السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا. ونستكمل مع بعض الفاكسينز والتايب بتاعة الفاكسين. عندنا في different types من الفاكسين، طبعا أشهرهم اللي احنا عارفينهم من زمان جدا وهو الـ inactivated والـ life attenuated vaccines، وفي technology والـ biotechnology والـ recombinant techniques. هنتكلم عنهم النهاردة عشان نعرف نميز ونعرف الفرق ما بين الـ different vaccines وإيه الـ action بتاع كل واحد فيهم. أول حاجة زي ما اتكلمنا في البارت الأولاني، عندنا في several different types من الفاكسينز على حسب كل نوع جهاز المناعي بتاعي بيشتغل. Each type is designed to teach your immune system how to fight off certain kinds of germs. الهدف بتاع الفاكسين ان هو to teach your immune system، عشان كده احنا بنستخدمه في البروفيلاكسس. انا محتاجة ان اعود الجهاز المناعي بتاعي على ازاي يقدر يتعامل مع الفيروس او البكتيريا او whatever الاورجانيزم اللي موجود، علشان يقدر انه هو يحمي نفسه من الاصابه بالديزيز. خلينا نخش نشوف الساينتست في الاول خالص، يمكن بدا الموضوع دوت اثناء فتره الكوفيد 19 وظهر قوي ازاي الساينتست بيبداوا ان هم يعملوا الفاكسين، ازاي ان احنا نقدر نعمله. لما تفهم الفاكسين ده بيتكون من ايه، هيخليك تقدر تعرف وانت بتختاره وبتسلكت الفاكسين ده للبيشنت بتاعك. الفاكسين او هم الساينتست او العلماء وهم بيصنعوا الفاكسين بيشوفوا حاجه مهمه جدا، how your immune system will respond to the germ، ازاي الاميون سيستم هيعمل ريسبوند للجرم. الحاجه الثانيه who need to be vaccinated against the harm، مين اللي محتاج ان هو ياخد الفاكسين ده. والحاجه اللي بعد كده the best technology or approach to create the vaccine. اول حاجه خالص بدءا زبد، ايه هو الفاكسين؟ الفاكسين عباره عن، يمكن دي شكل مفصل بسيط كده عن الفاكسين، زي ما احنا شايفين بيتكون اغلبه من الووتر. بصوا الووتر قد ايه، كل ده من مكونات الفاكسين. الجزء الصغير ده هو الاكت اللي هو الاورنج كولر، هو الاكتيف انجريدينت او في السمول اماونت من الحاجه اللي انا عايزه الجهاز المناعي ياخد مناعه منها، سواء انا بدي جزء هارملس من الفاكسين من البكتيريا او من الفيروس، او بدي جزء من البروتين بتاع الفيروس او البكتيريا، عشان هو ده اللي هيستثير الجهاز المناعي انه يكون الانتي بودي اللي هتقدر بعد كده انها تبقى زي ميموري في الميموري سيلز بتاعت الجهاز المناعي بتاعي، وتخليه ان هو يقدر يتعامل مع اي ديزيز او اي انفكشن بعد كده. طيب ده الجزء اللي هو الاكتيف انجريدينت بتاعي. الجزء اللي بعد كده وهو الادجوفانت، بعض الحاجات اللي باقيه بتكون حاجات ستابلايزر او ريزرفاتيفز، حاجات عشان تقدر ان هي تحفظه وتعمل ريزرفيشن كويس وتمنع اي كونتامينيشن، حاجات ريزيدوال تريسز بتكون موجوده عندي، تريس اليمنتس بسيطه، حاجات بتكون ادجوفانت بتعمل نوع من انواع سترونجر اميون سيستم ريسبونس للفاكسين. كل دي حاجات بتكون اديتيفز، ولكن الرئيسي هو الجزء الاورنج اللي انا شايفاه قدامي هو الاكتيف انجريدينت. في عندنا 4 مين تايبس اوف ذا فاكسين، حاجات القديمه اللي احنا عارفينها من زمان وهي اللايف اتينويتد فاكسين والان اكتيفيتد فاكسين، وهنزود عليهم التوكسويد فاكسينز، وهنزود الريكومباينانت والبوليسكرايد والكونجوجيت فاكسينز والحاجات الجديده اللي طلعت معانا. اصبح عندنا دلوقتي مع التطور العلمي والتكنولوجي 4 different types of the vaccine. انا هنا حطاهم بشكل زي رسمه انفوجرافيك مبسطه. life attenuated احنا بناخد حاجه بتكون harmless bacteria او vaccine ونحطها في الفاكسين عشان يقدر ان هو لما احنا نحقنه في الجسم يبدا يعمل الاميون سيستم stimulated، فبالتالي كون الانتي بودي. فيا اما عندي life attenuated زي ما احنا شايفين قدامنا، يا اما عندي الهول ان اكتيفيتد فاكسين، ده الهول ان اكتيفيتد فاكسين، يا اما بالريكومباينانت او سينثيتك فاكسينز او بالدي ان ايه او بالريكومباينانت، ناخد جزء من البكتيريا من الريكومباينانت فاكسين، يا اما الدي ان ايه او الار ان ايه بتاعه، يا اما بنحطه على بكتيريا الفيكتور زي ما هنتكلم بعد شويه، يا اما بالريكومباينانت فايرال فيكتور، يا اما باخد زي ما هنتكلم برضو النهارده، احنا لسه هنشرح بالتفصيل، يا اما باخد جزء من اللي انا عاوزاه الدي ان ايه او الار ان ايه واحمله على البكتيريا، الحاجة بتكون هارملس بكتيريا أو فيروس. النظرية إيه؟ النظرية إن أنا أحمل الشفرة الجيرينية بتاعة الفيروس أو الفاكسين اللي أنا عاوز أعمل الأكشن لي، أحمل الشفرة الجينية ديت بحيث إيه؟ بحيث إن أنا حطيت الدي إن إيه أو الأر إن إيه، لو هنتكلم على الكورونا فيروس زي ما بنتكلم عنه، عملت الكورونا فيروس الدي إن إيه أو الأر إن إيه جوه بكتيريا الفيكتور، البكتيريا الفيكتور ده بتكون حاجة هارملس، وأحقنها في المريض عشان ابدا ان انا اعمل فاكسينيشن. ها
هنشرحهم بعد كده ليتر بالتفصيل، بس انا حبيت ادي حاجه بالانفوجرافيكس عشان نعرف الديفرنت تايبس، يا اما لايف اتينيويتد يا اما ان اكتيفيتد زي ما اتكلمنا، يا اما بالريكومبيننت والبوليسكرايد والكونجوجيت فاكسين والسبيونت فاكسينز، يا اما بالتوكسويد فاكسين. كل دي ديفرنت تايب من الفاكسين. هنيجي بعد كده ديت الحاجات القديمه او التطور القديم بتاع الفيوتش بتاع الكلاسيفايد او الحاجات الكلاسيكال فاكسينز وحاجات النكست جينيريشن فاكسين. خلينا نشوفهم بالراحه مع بعض. الكلاسيكال فاكسين زي ما احنا شايفين دي الحاجات اللي احنا قديمه اللي احنا عارفينها من زمان، يمكن ظهرت في الكوفيد 19 جزء الان اكتيفيتد فيروس او جزء اللي هو النوع بتاع اللايف اتينويتد فاكسين او البروتين سب يونتس او الفيرال لايك بيبتايد، دي الانواع بتاعه الفاكسين. والنكست جينيريشن اللي بدات تظهر دلوقتي ان احنا نحط كونجوجيتد او حاجه بتكون فيكتور، وهنتكلم عنها كتير النهارده، واحنا بنتكلم حاجه حامل بتشيل جواها الشفره الجينيه بتاعت الفيروس او البكتيريا اللي انا بشيلها وبحقنها للجسم في الجهاز المناعي بتاعي عشان اكون الانتي بودي منها، يا اما بتكون الفيرال فيكتور يا اما دي ان ايه يا اما الار ان ايه يا اما الانتيجين بريزنتنج سيلز. هنيجي نتكلم على حاجه مهمه جدا وهي الجزء بتاع او الفرق بين الديفينيشن بتاع اللايف اتينويتد والان اكتيفيتد فاكسين. ايه الفرق ما بينهم في الديفينيشن؟ خلينا نمسك بالراحه الموضوع ونتكلم فيه. اللايف اتينويتد فاكسين هو عباره عن ويكند او اتينويتد فورم اوف ذا جيرمز اللي بتعمل ديزيز. يعني ايه؟ يعني ايه حاجه ويكند؟ يعني انا بدي الجيرم او البكتيريا اللي بتعمل ديزيز بدي منه صوره لايف اتينويتد، صوره مضاعفه، انا اضعفت الفيروس او البكتيريا بحيث ان انا لما ادي للبيشنت اديه مضعف، فلما يضعف ما يقدرش ان هو يديني الافكت، وبالعكس الجهاز المناعي بتاعي كاني بضحك على جهاز المناعه، بدي له حاجه ضعيفه فتعمل ستيميوليشن للاميون ريسبونس بتاعتي اللي موجوده عشان تقدر ان هي تكون لي الانتي بودي ضد الفيروس او البكتيريا دي. ده النوع اللي هو اللايف اتينويتد. النوع الان اكتيفيتد بقى انا بعمل فيه ايه؟ ده بستخدم فيه كيلد فيرجن. يعني ايه الكيلد فيرجن؟ الحاجه الكيلد من الجرم او البكتيريا اللي موجوده عندي بقتلها واحقنها في وديها للشخص، فلما بديها للبيشنت بتاعي بيبدا يعمل استثاره للاميون سيستم انها تبقى عندها الشفره الجينيه دي تكون انتي بودي للشفره الجينيه دي، فلما يجي يحصل مره ثانيه الانفكشن انا الجهاز المناعي بتاعي متعرف وعندي الانتي بودي اللي ضد الفيروس ده فتقدر ان هي تتعامل معاه. طبعا احنا بالكلام اللي احنا بنقوله لما بدي حاجه كيلد فيرجن من الفاكسين ولا ابدي حاجه اتينويتد او ويكند، طبعا اللي بيكون اخف على الجهاز المناعي هو الكيلد فيرجن عن اللايف اتينويتد. عشان كده هنلاقي بعد شويه احنا بنتكلم في الكونترا انديكيشن والبريكوشنز، انا عندي في بريكوشن لللايف اتينويتد في الاحوال دي بستخدم فيها الان اكتيفيتد لانه بيكون حنين على جهاز المناعي. خلينا نروح على النوع الثالث وهو ريكومبينم. بدانا نستخدم الباي تكنولوجي والبوليسكرايد ونعمل كونجوجيت فاكسين وسب يونت فاكسين زي ما احنا شايفين الريكومبيننت والبوليسكرايد والكونجوجيت فاكسين، بنستخدم سبيسيفيك بيسز من الجرم جزء بسيط منها زي ما اتكلمنا لايك بروتين اور بورشن اور شوجر، ونبدا ان احنا اللي نستخدمه في الفاكسين بتاعنا. من امثلتها اللي هو الهيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين، الهباتيتس بي، الاتش بي في اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس، والووبينج كاف فاكسين، بارت من الدي تاب كومباين فاكسين، النموكوكال فاكسين، المننجوكوكال فاكسين، والشينجلز. النوع الرابع وهو التوكسويد فاكسين. التوكسويد فاكسين بياخد جزء من التوكسين او الهارمفول بارت اوف ذا بكتيريا ويديه او الجيرم سواء فيروس او بكتيريا ويديه للبيشنت بتاعي، فلما يديه يبدا ان هو يعمل كرييتنج اميونيتي للجزء ده من الفيروس، يمكن اشهرهم الدفتريا والتيتانوس. الفيوتشر بتاع الفاكسينيشن واللي احنا بدانا نشوفه دلوقتي في الدي ان ايه، ان احنا ناخد جزء بسيط من الدي ان ايه او الشفره الجينيه بتاعه الفيروس او البكتيريا ونبدا نديه ونستخدمه يديني لونج تيرم اميونيتي يديني سترونج اميونيتي، او ان انا استخدم فيكتور. فاكرين الصوره اللي انا وريتها لكم في الاول زي ما شفنا في الفاكسين بتاع اوكسفورد هنا عندنا في يوكي للكوفيد 19، ان انا بدي بعلق الشفره الجينيه اللي انا عايزاها جزء من البروتين بتاع الفيروس خدته ورحت حاطه في هارملس بكتيريا. تخيلوا انا بدي هارملس، بدي الجسم بكتيريا انا عارفه انها هارملس ما هياش مضره، بكتيريا ملهاش اي ضرر على الجسم، واقوم حاقن فيه جزء من البروتين اللي خدته من الكورونا فيروس. فلما اخدت جزء من البروتين من الكورونا فيروس في الهارملس بكتيريا او الفاكسين ده كانه فيكتور او حامل او بلاتفورم واحقنه جوه البيشنت، فلما يخش البيشنت شايف البكتيريا دي مش ضاره فبالتالي بيتعامل معاها وبيموتها هارملس ملهاش اي افكت
وياخد يبدا يكون شفره جينيه او يكون الاميونيتي بتاعتي او جهاز المناعي بتاعي يكون اميونيتي ضد البروتين اللي داخل مع البكتيريا ده اللي هو بتاع الكوفيد. الغرض من الموضوع كله ان اضحك على جهاز المناعه، اقول له خلي بالك انا مديك طعم صغير اعملي مناعه منه وخليك فاكرها عشان لما يجي لك واحد انفكتد بكوفيد ويعديك انت تقدر تتغلب عليه. ده الفيوتشر بتاع الفاكسين، والحمد لله احنا شايفين ثوره علميه وطفره كبيره جدا يمكن اثبتت للعالم كل دور العلم والساينتست والريسيرش. حتى يمكن احنا في فادك بندرس في فادك مدرسه الريسيرش البحث العلمي والبابليكيشن بقى ليهم دور اكبر من اي حاجه. فمهم انك انت تتعلم الفاكسين، يمكن انا بشرح الموضوع ده يعني باتقان كبير جدا عشان عايزه فعلا كل واحد يبقى عنده الجزء المين بورت. اهم الحاجات المهمه اللي تساعد الصيدلي وتعمل expanding the role of the pharmacist in the immunization. I need to trust all of the pharmacists. بجد محتاجين to build a new trust between the pharmacy and patient, pharmacist and the patient. You can do it. I promise. بس انت فعلا يكون عندك الهدف والنية انك تكمل وتكون متميز. ان شاء الله بإذن الله اشوفكم كلكم جميعا متميزين ومتفوقين. سعدت بوجودي معاكم. يا رب كده دايما اسمع عنكم كلكم كل خير. شاركونا بالفيدباك بتاعتكم على ايميل fadik.info@fadik.net. احب اسمع الفيدباك وعشان نقدر ان احنا نقدم حاجات اكبر وافضل تقدر تساعدكم في تطوير مهنه الصيدله على مستوى العالم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.